مساء الخير، انا ملاك محمد سعد from Faculty of Computers and Artificial Intelligence Cairo University, a first level student. All these videos under the supervision of Dr. محمد الرملي in Structured Programming course. في الفيديو ده احنا هنجرب application Editopia مع بعض. Editopia ده is an image processing application. عندنا اول حاجة two options. اول option start عشان نبدأ الابليكيشن، وتاني option exit. هندوس على start، هنعمل لود للايمج اللي احنا عايزين نجرب عليها الفلترز او نابلاي الفلترز عليها. هنختار مثلا الايمج دي وهندوس على ابلاي فلترز عشان تظهر لنا كل الاوبشنز المتاحه. عندنا 20 اوبشنز. اول اوبشن اللي هو الجراي سكيل فلتر، ده بيحول الصوره كلها للجراي، للون الجراي. تاني فلتر هو البلاك اند وايت، بيحول الصوره كلها اونلي بلاك اند وايت بس. تالت فلتر هو الانفرت كولرز، ده بيعكس الوان الصورة. رابع فلتر هو الانفراريد فلتر، ده بيخلي الصورة كأنها تحت الانفراريد رايز. خامس فلتر عندنا هو فلتر البيربل سكيل، ده بيخلي الصورة كلها تتحول للون البيربل بالشكل ده. دلوقتي احنا لو جربنا فلتر وحابين ان احنا نشيله ونرجع الصورة الأصلية تاني، هندوس على كلير. حاجة كمان، احنا لو حابين ان احنا نشوف نقارن ما بين الصورة اللي احنا عملناها بالفلتر والصورة الأصلية مثلا زي كده، هندوس على الصورة مرة تانية فنقدر نقارن ما بينهم. هنكمل بقى باقي الفلترز. عندنا فلتر الناتشرال سان لايت، ده بيخلي الصورة كأنها تحت السان لايت او ضوء الشمس. فلتر الاولد تي في، ده بيخلي الصوره تظهر كانها في سكرين لتلفزيون قديم او اولد تي في. فلتر البرايتنس، ده بنقدر نتحكم في البرايتنس عن طريق البرايتنس سلايدر ده، فبنخلي الصوره افتح او اغمق. فلتر الاويل بينتينج، ده بيخلي الصوره كانها مرسومه بالوان الزيت. عندنا البروش سايز، نقدر ان احنا نتحكم فيها وندوس ابلاي، وممكن نزود اكتر كمان ونزود تاني. هنلاحظ ان الصورة ابتدت كأنها فعلا مرسومة بألوان الزيت. بعد كده فلتر البلور، فلتر البلور عندنا في بلور ريشيو، ده سلايدر بنقدر ان احنا نتحكم عن طريقه بنسبة البلور ونزودها براحتنا، او ممكن ان احنا نقللها كمان. ده كده اقصى حاجة ممكن نوصل لها، ممكن نقلل تاني وهكذا. عندنا بعد كده ال detect image detect age filter. ال detect age filter ده بيحدد أطراف الصورة بالشكل ده. ممكن نجربه على صورة تانية كمان تكون أوضح. أهو نرجع تاني. بعد كده عندنا فلتر الكروب. فلتر الكروب ده بيقص جزء من الصورة عن طريق الهايت والويدث اللي احنا بنديهم له، ونحدد الدايركشن كمان وندوس ابلاي بالشكل ده. بعد كده عندنا فلتر الميرج. فلتر الميرج بيدمج ما بين صورتين، فهندوس على لود ايمج عشان نختار الصورة التانية. احنا ممكن كمان نغير الصورة دي خالص، فهندوس على لود ايمج اللي فوق و هنختار الصورة دي مثلا، هنعمل لها ميرج مع الصورة دي. عندنا two options. الاوبشن الاول resize، الresize ده بيغير ابعاد الصورة الصغيرة بيخليها قد الصورة الكبيرة ويعمل لهم الميرج بعد كده بالشكل ده. في اوبشن تاني اللي هو الميرج ذا كومن اريا، ده بيعمل كروب للصوره او بيصغر ابعاد الصوره الكبيره يخليها قد الصوره الصغيره وبعد كده يعمل الميرج. عندنا بعد كده الايمج سكيوينج فلتر، ده بيعمل سكيو او انحراف للصوره. احنا ممكن نرجع الصوره اللي احنا كنا شغالين عليها قبل كده عشان الموضوع يكون اوضح. ده بيعمل سكيو للصوره عن طريق الانجل اللي احنا بنحطها له. فمثلا احنا لو دخلنا 45، في عندنا two options left skew وفي right skew. عندنا بعد كده ال flip image filter. ال flip image filter عندنا فيه two options. أول option horizontal، تاني option vertical، ده بيقلب الصورة
بعد كده عندنا الروتيت ايمج فلتر. الروتيت ده بيدور او بيعمل روتيت للصورة up to 360 degrees بالشكل ده. دي كده 90 degrees 180 وهكذا. بعد كده عندنا فلتر ريسايز. فلتر ريسايز بيلود صورة جديدة بالأبعاد اللي احنا مختارينها. فاحنا مثلا لو اخترنا الأبعاد دي ودوسنا ابلاي هنلاحظ ان أبعاد الصورة كلها اتغيرت. بعد كده عندنا فلتر فريم، ده بيضيف فريم للايمج بتاعتنا. فعندنا تو اوبشنز، الاوبشن الاول اللي هو السيمبل فريم، ده بيبقى وان فريم ويز وان كلر، بنختار لون الفريم اللي احنا عايزينه مثلا يلو وندوس عليه. ممكن كمان نقعد فانسي فريم. فانسي فريم ده بيبقى تو فريمز، ممكن يكونوا on the same color وممكن يكونوا بلونين مختلفين عادي. فمثلا لو اخترنا اللون ده مع اللون ده بالشكل ده، وممكن كمان نخليهم هما الاثنين بنفس اللون مثلا كده. وبرده لو دوست على الصورة هنقدر نشوف الصورة الأصلية من غير الفريم. وممكن برضو ندوس كلير كده، شال الفلتر خالص. طيب دلوقتي احنا لو حابين ان احنا نابلاي سيفرال فلترز على نفس الصورة في نفس الوقت، فمثلا احنا عايزين نضيف فلتر الجراي هندوس سيف بعد كده، وعايزين نابلاي فلتر كمان على نفس الصورة الجراي دي مش على الصورة الأصلية، عايزين مثلا نحط فريم. ففي الحالة دي بعد ما دوسنا سيف هنابلاي الفلتر التاني، هنختار لون الفريم فمثلا اللون اليلو بالشكل ده. كده احنا عملنا ابلاي لتو فلترز ان ذا سيم تايم. ممكن كمان نعمل 3 فلترز او اي عدد فلترز احنا عايزينه. فمثلا ممكن نعمل انفرت بعدها، ممكن بعدها نعمل انفراريد وهكذا عادي جدا. بعد كده هندوس كلير عشان نرجع الصورة الأصلية تاني نكمل عليها. في عندنا بعد كده فلتر الميرور. فلتر الميرور ده بيخلي الصورة كأنها معمول لها ريفلكت in the mirror. فعندنا ال vertical mirror بالشكل ده، وعندنا ال horizontal mirror بالشكل ده. ممكن نلود image تانية تكون أوضح، مثلا toy one. ممكن نجرب عليها ال vertical mirror وال horizontal mirror. آخر فلتر معانا وهو ال pop art colors، ده بيخلي الصورة معمول لها ميرج مع نفسها تاني 4 times in different color في كل time. فده كده آخر فلتر معانا. thank you for listening.